احنا النهاردة هنتكلم على حاجة كنا لازم في الاول نعمل المقدمة الاولانية ونفهم الدي ان ايه ونفهم تكوينه من النيوكليوتيدات، وهنتكلم المرة دي على الطفرات او الميوتيشنز اللي هي ممكن ان هي بتحصل نتيجة لاضافة او حذف بعض من المكونات بتاعة الدي ان ايه او النيوكليوتيدات، يا اما اضافة جزء ليها او حذف جزء منها او تغيير في ترتيبها، والجسم ما يكونش قادر على تعديل هذا الموضوع، فبتفضل الطفرة حاصلة وبتسبب بعد كده أمراض. طيب إيه هي الطفرة أو إيه هو الميوتيشن؟ الطفرات بالإنجليزية اللي هي الميوتيشنز هي تغيرات دائمة في المعلومات الوراثية الموجودة في تسلسل الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين لدى الإنسان اللي هو DNA، حيث من الطبيعي عادة أن يتواجد الحمض النووي بشكل متشابه في معظم البشر، حيث يتشابه جميع البشر ما يقارب 99.9% من حامضهم النووي. وبالنسبة الضئيلة اللي هي المتبقية اللي هي 0.1% هي اللي بتسبب الاختلاف بين بني البشر وتجعل كل فرد مميز عن الاخر. سبحان الله ان هو التشابه بيبقى 99.9%، 0.1% بس هي اللي بتعمل اختلاف ما بين الواحد والتاني، الا ان هذا التغيير بيتراوح في تأثيره، حيث يمكن ان تؤثر الطفرة فقط على نيوكليوتيدة واحدة. وقلنا ان النيوكليوتيدة هي وحدة بناء الاساسية في الحمض النووي، او قد تؤثر على عدد اكبر من نيوكليوتيدات، وهنا يكون التأثير اكثر وضوحا واعظم تأثيرا، خاصة اذا وقع التغيير في منطقة حيوية ولها تأثير على انتاج الجينات او عملها. ينتج هذا التغيير اثناء عملية نسخ الحمض النووي عند انقسام الخلايا، او نتيجة للتعرض للاشعاع او بعض المواد الكيماوية المسرطنة، او بسبب بعض الفيروسات الحيوانية اللي تصيب الانسان. يعني دي احد اسباب الطفرة اللي بتحصل. الحقيقة الكلام واضح وجميل جدا جدا جدا، ومن الضروري معرفته ان حدوث الطفرات الجينية قد يؤثر في وظيفة العديد من الاعضاء الحيوية او آلية عمل الخلايا، وقد تكون سبب في تكوين خلايا سرطانية او بعض الاعتلالات الجسدية. انواع الطفرات، اول حاجة الطفرات الموروثة. تعد هذه الطفرات هي الاكثر شيوعا، وهي اللي تلك اللي تنتقل من الاباء للابناء، ويطلق عليها ايضا الطفرات الجرثومية، كونها تنتقل عن طريق الخلايا التناسلية مثل البويضة والحيوانات المنوية. وفي حالة وجود طفرة في هذه الخلايا القادمة من الابوين، فانها ستوجد في كل خلية من خلايا الجنين في حال حدوث تلقيح لهذه الخلايا. في حاجة تانية اسمها الطفرات المكتسبة. ايه معنى هذا الكلام؟ ويطلق عليها ايضا اسم الطفرات الجسدية، وهي تلك الطفرات اللي قد يكتسبها الانسان خلال اي مرحلة من مراحل حياته، بما في ذلك مراحل تكوينه الاولى، او عندما تبدأ البويضة المخصبة في الانقسام لخلايا متعددة لتكوين الجنين، ولا توجد هذه الطفرات في جميع خلايا الجسم كما هو الحال في الطفرات الموروثة، ولكنها توجد في خلايا معينة حدث تغير في الجزء الخاص بها من الحمض النووي. بتحدث هذه الطفرات نتيجة للتعرض لتأثيرات معينة، دي بقى مش جاية بالوراثة، لا جاية مكتسبة من حاجة خارجية بسبب تغير في تسلسل الحمض النووي. من الأمثلة على هذه المسببات تعرض لأشعة فوق البنفسجية، أو حدوث بعض الأخطاء أثناء عملية نسخ الحمض النووي الريبوزي. ويجب معرفة أن هذه الطفرات لا يتم تناقلها من جيل الى اخر، اذ انها لم تحدث في الخلايا التناسلية. يعني الطفرات الموروثة بتتنقل وراثيا، لكن النوع ده من اللي هي مكتسبة دي عامل خارجي اثر عليها واثر على الشخص، يبقى مش هتتنقل بالوراثة. بعض هذه الطفرات بتحدث على مستوى خلية واحدة في الفترة الاولى من تطور الجنين، حيث لا تكون الطفرة موجودة في البويضة او الحيوان المنوي ولا حتى في البويضة المخصبة، انما يحدث التغيير في تسلسلات الحمض النووي اثناء انقسام الخلية وتطورها لجنين، ويطلق على هذه الحالة اسم الفسيفساء. قد تكون لهذه التغيرات تأثير على صحة الفرد، وقد لا تؤثر عليه بتاتا. هناك ما يدعى بطفرات دي نوفو. كلمة دي نوفو بتعني جديدة. هذه الطفرات هي تغيرات حدثت بالحمض النووي للجنين، وقد تحدث في الخلايا التناسلية أو الخلايا الجسدية، وتكون جديدة بشكل كامل، وهذا يفسر وجود أحد أفراد الأسرة مصاب بطفرة معينة في جميع خلايا، ولكن لا يوجد تاريخ عائلي مسبق للإصابة به لأنها مكتسبة، كما أن الوالدين سليمين، إلا أنه لم يتم معرفة متى تحدث بالضبط طفرات الدي نوفو. بشكل عام بتحدث الطفرات المسببة للأمراض بنسب قليلة بين الناس، وإن وجدت الطفرات بنسبة أكبر من 1% حينها يطلق عليها اسم تعدد الأشكال بالإنجليزية
بوليمورفيزم، وتعد هذه الطفرات سبب رئيسي للتنوع والاختلال الطبيعي بين بني آدم مثل لون العيون ولون البشرة ونوع الدم. ونكمل المرة الجايه.